لكن أهم حاجة لازم تحصل، اسمعوني كويس، نتغير. معجزة المسيح مش بس انه شفى عميان واقام موتى وطهر برص، معجزة المسيح الحقيقية هي تغيير الحياة، يغيرني انا، يغيرني. ايوه يغيرني، ابقى ايه؟ ابقى جود بوي، ابقى جود جيرل، ابقى ود يعني مؤدب كده وكويس، وابقى نسمتي هاديه، وابقى ملموم على روحي، وابقى جنتل يعني، وتبقى بنت ديسنت كده ومهذبه ومش فالجر يعني. لا، رسم صوره للتغيير ده، قال مقياس للتغيير ده، قال ابقى ايه؟ اتغير ابقى ايه؟ شعر يطول ينعم، عناية تزرق او تحمر، ارفع اطول؟ لا، حط المقياس للتغيير ده، حط هو عايزني اتغير ابقى ايه، لنكون زي ما بيقول في رومية 8 مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. كلهم اخواته، كلهم يشبهوا الاخ البكر ده. نتغير الى تلك الصورة عينها. ايه اللي ربنا لو بص وشافه فيا يقول الله ايه الحلاوة دي؟ لو لقاني فرحان اكيد، اي اب يبص لابنه لقيه فرحان يفرح بيه، بس لو لقيه فرحان لانه عامل دماغ وشمم بتاع دوت، شمم بوتاجاز، مش هيبقى فرحان. اي اب عايز ابنه سعيد، وربنا عايزنا، ولما بيشوفنا فرحانين وبنطط هو بيبقى الدنيا مش سايعاه، احنا بنسر قلبه بتسبحنا وترنمنا وفرحنا قدامه. ايوه بيقول يا لذ له نشيدي، يا ربنا يا لذ. ايوه لانه بيحبني، فلما بيشوفني فرحان بينبسط بيا. لكن فرحه بيكمل امتى؟ بيقول تمام هو ده امتى؟ لما يلاقي صوره ابنه اتطبعت فيه.